صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله 5 قرارات لسنة 2019. ونص القرار رقم 35 بتعيين مدير في الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية. جاء فيه يعين الشيخ محمد بن علي بن محمد آل خليفة مديرا لإدارة التعاون الدولي والتطوير في الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية. ونص القرار رقم 36 بنقل وتعيين مدراء في وزارة المواصلات والاتصالات. جاء فيه المادة الأولى ينقل السيد صلاح محمد علي الحمود مدير إدارة سلامة وأمن الطيران ليكون مديرا لإدارة التراخيص الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات. المادة الثانية تنقل السيدة شمس راشد شاهين خلفان مدير إدارة تخطيط ودراسات النقل البري لتكون مديرا لإدارة رقابة وتفتيش النقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات. المادة الثالثة يعين في وزارة المواصلات والاتصالات كل من السيدة لطيفة مطلق جمعة الذوادي مديرا لإدارة المكاتب البريدية، السيد حسين علي يعقوب مديرا لإدارة تخطيط ودراسات النقل البري، السيد محمد عبد الله زين المحمد مديرا لإدارة سلامة وأمن الطيران، السيد باسم سلمان العصفور مديرا لإدارة الأرصاد الجوية، السيد ياسين حسن السيد علي مديرا لإدارة نظم الملاحة الجوية. ونص القرار رقم 37 بتعيين مدراء في وزارة شؤون الإعلام. جاء فيه المادة الأولى يعين في وزارة شؤون الإعلام كل من السيدة مريم عيسى أبو كمال مديرا لإدارة الإبداع والإعلام الإلكتروني، السيد قيس حسن الدوسري مديرا لإدارة التلفزيون، السيد عبد الرحمن خالد المدفع مديرا لإدارة الأخبار. ونص القرار رقم 38 بتعيين مدير في هيئة الكهرباء والماء. جاء فيه المادة الأولى يعين السيد ياسر مبارك الرميثي مديرا لإدارة الموارد البشرية بهيئة الكهرباء والماء. ونص القرار رقم 39 بنقل وتعيين مدراء في الجهاز الوطني للإيرادات. جاء فيه المادة الأولى ينقل السيد أحمد حسن عبد الله حميدان مدير إدارة الرقابة الداخلية المركزية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني ليكون مديرا لإدارة تحليل المخاطر في الجهاز الوطني للإيرادات. المادة الثانية يعين في الجهاز الوطني للإيرادات كل من السيد نواف السيد هاشم السادة مديرا لإدارة العلاقات الضريبية الخارجية، السيد يوسف عادل محمد مطر مديرا لإدارة السياسات الضريبية، السيدة نور حافظ بوعلي مديرا لإدارة العمليات والتدقيق، السيدة ندى علوي العلوي مديرا لإدارة الاتصال وخدمة العملاء.